حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ بالقدس العربي. انتحار المدير الكوري للشركة المنفذة لميناء الفاو ونائبة عراقية تشير إلى شبهات جنائية. في الشرق الأوسط نقرة، بغداد توقع اتفاقا مع كردستان بشأن تطبيع الأوضاع في سنجار. في العربي الجديد، حوارات مكثفة تستبق جلسة البرلمان العراقي لحسم قانون الانتخابات. نطالع في صحيفة الميثاق، الأمم المتحدة تتوقع زيادة نسبة الفقر في العراق إلى 31%. عنونت العرب اللندنية، الحريري يرفض رئاسة الحكومة بعد ربط قبوله بشرط تعجيزي. ونقرأ في اندبندنت عربية، أرمينيا وأذربيجان توافقان على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ. في موقع وعربي 21، إلغاء الجولة الثانية من المناظرة الرئاسية بين ترامب وبايدن. كشف موقع ميدلي ستايل البريطاني عن الخطة الأمريكية التي ستنفذها واشنطن إذا قررت إغلاق سفارتها في بغداد بسبب استهدافها المتكرر من الميليشيات المرتبطة بإيران. وذكر الموقع في تقرير له أن أمريكا وضعت قائمة من 80 موقعا عراقيا تابعا لمجموعات مدعومة من إيران تسعى إلى استهدافها إن قامت بإغلاق سفارتها في بغداد. وفقاً للموقع البريطاني، تشمل تلك المواقع المقرات السرية والملاجئ لكل من هادي العامري وقيس الخزعلي زعيمي ميليشيا بتر والعصائب، بالإضافة للمواقع المرتبطة بكتائب حزب الله. ونقل الموقع عن زعماء سياسيين وقادة للمجموعات المسلحة قولهم إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك مئات صور الأقمار الصناعية للمواقع الثمانين مع الرئيس العراقي برهم صالح خلال مكالمة هاتفية في 20 أيلول الماضي. كما أخبر صالح عن خطط واشنطن لإغلاق سفارتها ما لم تقم الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات لوقف الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء. ونقل التقرير عن سياسي شيعي لم يذكر اسمه قوله إن رسالة الأمريكيين كانت واضحة، إن لم تتصرفوا أنتم فسوف نتصرف نحن، مؤكداً أن خروج أمريكا من بغداد يعني أن الحرب وشيكة. وأشار الموقع إلى أن الخارجية الأمريكية لم تنشر نص المكالمة التي أجراها بومبيو مع صالح كما تفعل في العادة عندما يتحدث وزير الخارجية مع مسؤولين أجانب. وينقل الموقع عن مسؤول عراقي كبير مطلع على الحوار تأكيده أن كل المؤشرات تشير إلى أننا سائرون نحو عاصفة قوية، فالانسحاب الأمريكي يعني الانهيار الاقتصادي خلال أسبوعين، يتبعه انهيار سياسي خلال 2 أو 3، ثم انهيار أمني وسقوط للحكومة. واختتم الموقع البريطاني تقريره بالقول إن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بالقلق بشأن احتمال وقوع هجوم وشيك على السفارة الأمريكية في بغداد من مجموعة مرتبطة بإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر 22 نوفمبر لإحراج ترامب. ذكر الصحيفة العربية الجديد أن اللجنة التي ألفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في الهجمات الصاروخية التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد لن تتوصل إلى نتائج بشأن المتورطين بالقصف. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن اللجنة مخترقة من جهات متنفذة مرتبطة بالميليشيات الموالية لإيران، وهو الأمر الذي لن يسمح لها بالكشف عن الجهات التي تقف وراء استهداف البعثات الدبلوماسية.
الصحيفة قالت إن السلطات الأمنية العراقية أعلنت الأسبوع الماضي عن قرب إصدار لجنة التحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية تقريرها في ضوء نتائج التحقيقات الجارية في الملف، لكن مسؤولاً في قيادة العمليات المشتركة أكد أن اللجنة مخترقة من شخصيات لها ارتباط مع الفصائل المسلحة المتورطة في عمليات القصف الصاروخي، وهذا الأمر عامل مهم ورئيس في عدم تمكنها من الوصول إلى أي نتائج، لا سيما أن كل التقارير السرية والخاصة باللجنة ستسرب إلى تلك الفصائل، بل ربما إلى وسائل الإعلام من أجل إفشال عمل اللجنة. وبيّن المسؤول أن عدداً من أعضاء اللجنة أبلغوا الكاظمي بخطورة هذا الأمر، وأضاف أنه ربما خلال الأيام المقبلة سوف يعمل الكاظمي على تغيير أعضاء تلك اللجنة، خصوصاً بعد عدم تمكنها من الوصول إلى أي نتائج، وربما أيضاً يكون هناك تعاون مع التحالف الدولي لدعم عمل تلك اللجنة، لكن أعضاء اللجنة من الجماعات السياسية والفصائل رفضوا ذلك الأمر. وأشار إلى أن جهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب لديهما معلومات مهمة حول الجماعات التي تقوم بعمليات القصف الصاروخي والجهات التي تقف خلفها، لكنها لا تريد كشفها في اجتماعات لجنة التحقيق خشية من تسريبها أو إيصالها إلى تلك الجماعات. وبحسب الصحيفة فإن حكومة الكاظمي أصبحت لديها دلائل على تورط 3 ميليشيات رئيسة بتلك الهجمات، منها كتائب حزب الله والنجباء، لكن إعلانها سيدخل العراق في أزمة أمنية وسياسية أيضا، فالكاظمي بحاجة إلى دعم سياسي ما زال يفتقده حتى الآن. نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً عن كيفية استغلال ميليشيات الحشد للحرب على تنظيم داعش للسيطرة على الدولة العراقية لصالح إيران، فقد نقل التقرير الذي كتبه غيث عبد الأحد عن ضابط مخابرات في ميليشيا الحشد قوله: إنه بعد سقوط مدينة الموصل لم نذهب إلى الحرب بسبب فتوى السيستاني، بل بدعوة من أبي مهدي المهندس. الصحيفة أشارت إلى أن أبو مهدي المهندس استطاع تحويل الحشد إلى قوة ضاربة بآلاف المقاتلين والدبابات والأسلحة والوحدات الدعائية والاتصالات. وقال عضو في مجلس شورى الحشد إن المهندس أدخل قادة الحشد إلى السياسة وأمرهم بارتداء البدلات بدلاً من الزي العسكري. وترى الصحيفة أن هذا خلق وضعاً تقوم فيه جماعات مسلحة لديها تسلسل قيادي وتتلقى رواتبها من الدولة العراقية دون ما أن تتبع أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبدلاً من ذلك تتبع في ولائها الحرس الثوري الإيراني، ولهذا السبب يشكل أفرادها تهديداً للدولة العراقية من الداخل. وتضيف الصحيفة أنه بعد تراجع حدة المعارك مع داعش بدأت التظاهرات التي نظمها ناشطون سئموا من قدرة الميليشيات في السيطرة على كافة جوانب الحياة العراقية وجنيها لثروات من خلال وسائل فاسدة، إلا أن الغارة الأمريكية التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس لم تؤدي إلى معركة للسيطرة على الحشد، بل أعطته هدفاً جديداً. وعلى إثر ذلك كثفت الميليشيات عمليات قتل وخطف النشطاء، وبدأت في إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية، واضعة الحكومة العراقية في مأزق دبلوماسي كبير مع واشنطن. وبسبب الشعور الزائد بالقوة بدأ قادة الحشد بالحديث عن دولة موازية، فهناك الحكومة الضعيفة وأخرى تعيش تحت رحمتهم. صحيفة الغارديان ترى أن التحدي أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو شق طريق وسط بين الولايات المتحدة وإيران التي تمارس تأثيراً سياسياً وأمنياً عميقاً في العراق من خلال الميليشيات الموالية لها. حذر صحيفة اندبندنت عربية من انهيار كبير للاقتصاد العراقي بسبب سياسة الحكومة في الاقتراض من أجل تسديد رواتب الموظفين، وذكرت الصحيفة أن إعلان الحكومة إطلاق رواتب الموظفين لشهر أيلول الماضي أثار تساؤلات عدة عن كيفية توفير تلك الأموال، خصوصا بعد ربط وزارة المالية إطلاق الرواتب بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض نظرا للأزمة المالية التي تمر بها الدولة.
مؤشرات الإفلاس تبدو واضحة في العراق كما يشير مراقبون، خصوصاً مع استمرار انهيار أسواق النفط. وحجم الرواتب الكبير الذي يصل إلى نحو 5 مليارات دولار شهرياً، بينما بلغت قيمة واردات النفط في أيلول الماضي نحو 3 مليارات دولار، ما يعني أن الأزمة مستمرة بالتراكم مع مؤشرات تؤكد عدم تحسن وضع الأسواق النفطية. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد مستحقي الرواتب من خزينة الدولة يبلغ نحو 8 ملايين شخص، بين موظف مدني وعسكري ومتقاعدين وخاضعين لصندوق الرعاية الاجتماعية وغيرهم. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة المالية مطلع الشهر الحالي عدم قدرتها على سداد رواتب الموظفين من دون موافقة البرلمان على قانون الاقتراض، إلا أنها باشرت تسديد الرواتب بناء على توجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وأثار تأخر الرواتب موجة استياء حادة في أوساط موظفي الدولة، وفي حين كانت الوزارة تسوغ عدم إطلاق الرواتب لحاجتها إلى تمرير قانون الاقتراض في البرلمان العراقي، اعتبر نواب في اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق أن الحكومة تتعمد رمي الكرة في ملعب البرلمان لإجباره على التصويت على قانون الاقتراض من دون تقديم ورقة إصلاحات اقتصادية. الصحيفة ترى أن المخاوف الاقتصادية تتعدى إمكانية توفير الحكومة رواتب الموظفين، إذ يؤكد خبراء اقتصاديون أن الاستمرار في الاقتراض الداخلي يؤدي إلى انهيار اقتصادي في نهاية عام 2021 وانخفاض كبير جدا في احتياطي البنك المركزي العراقي. ستبدأ المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني عن ترسيم الحدود يوم الأربعاء المقبل، في وقت ليس من الواضح إذا كان سيتوصل إلى تكوين حكومة جديدة بعد إخفاق المبادرة الفرنسية. راجح الخوري يرى في صحيفة الشرق الأوسط أنه يجب التوقف هنا عند الموعد الذي حدده الرئيس ميشيل عون لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة تمهيدا لتشكيل الحكومة يوم الخميس المقبل، أي مباشرة بعد بدء مفاوضات ترسيم الحدود. هذا توقيت يبعث على التساؤل في ظل الانقسامات والعقد بين السياسيين اللبنانيين. هل تجري المفاوضات مع الكيان في غياب حكومة لبنانية، بما يوسع من إطار قدرة المفاوض اللبناني على المناورة؟ على الرغم من أن الدستور ينص على أن عقد المعاهدات والاتفاقات من صلاحية رئيس الجمهورية، وهل من معنى لهذا التوقيت؟ عملياً لا تستطيع كل هذه المناورات أن تشكل قناعاً يخفف من الحرج الذي يواجه حزب الله بعد الإعلان عن الاتفاق، ذلك أن كل المؤشرات توحي بأن الاتفاق حاصل ضمناً وأن المفاوضات هي لمجرد الإخراج، وأن هناك عقدة واحدة متبقية وهي إيجاد حل لقصة مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، لأن أي تفاهم حولها سيسقط عملياً وميدانياً حجج حزب الله للاحتفاظ بسلاحه. قبل يومين شرح السفير الأمريكي السابق في بيروت دوافع حزب الله للموافقة على الاتفاق، لكنه طرح في النهاية تساؤلاً مهماً: هل يتطلع الحزب إلى أن يحتفظ بكعكته ويأكلها في الوقت عينه، كما يقول المثل الإنجليزي، بما يعني أن يقبل بترسيم الحدود البحرية فيتمكن لبنان من الاستفادة من احتياطيات الغاز في الجنوب، وأن يحاول التملص من ترسيم الحدود البرية للاحتفاظ بسلاحه بحجة تحرير مزارع شبعة؟ الكاتب يرى أن عقدة تكوين حكومة جديدة ستبقى بالتأكيد باباً لضخ الضباب وصرف التركيز عن المفاوضات في الناقورة، لكن ذلك في النهاية لا يلغي حقيقة أنه منذ إعلان بري الاتفاق لم يعلق حزب الله، ولا سمعنا أي تعليقات أيضاً من إيران، ولهذا ليس كثيراً التساؤل هل فعلاً الاتفاق اللبناني والصهيوني قد تم بتوقيع إيراني في الحبر الأمريكي؟ بعد إسقاط اجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 أيلول الماضي اقتراحا فلسطينيا يدين التطبيع، عد الأمريكيون على لسان جاريد كوشنر مهندس صفقة القرن موقف الجامعة هذا تحول مهم في الشرق الأوسط.
صحيفة القدس العربي هنا ترى في افتتاحيتها أن أعلن الإمارات ثم البحرين اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني قد أدى إلى مجموعة من التداعيات السياسية في المنطقة، وهو ما انعكس بسرعة على الجامعة العربية. رداً على هذا الموقف، اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بالتخلي عن حقها في رئاسة الجامعة العربية للدورة الحالية، وبدلاً من أن يهوي القرار الفلسطيني على أرض خلاء، فقد حرك دينامية لم يكن يتوقع أحد قوتها الرمزية أو قدرتها على التعبير عن معنى فلسطين. جعل الموقف الفلسطيني استلام منصب رئاسة الجامعة في ظل التراجع والهرولة مخزياً، فاعتذرت قطر عن عدم تسلم الدورة الحالية للجامعة عوضاً عن فلسطين، ثم كرت سبحة الاعتذارات فرفضت الكويت وتبعتها لبنان، وصولاً إلى ليبيا التي أعلنت أيضاً رفضها تولي الرئاسة الدورية لجامعة فقدت الأسس التي قامت عليها وصارت تحت وطأة أنظمة تتفاخر بالاتفاق مع الكيان الصهيوني وبفتح الأبواب أمام شركات السلاح والتكنولوجيا الصهيونية، تاركة أبواقها تشهر بالشعب الفلسطيني فيما يكتب مغنوها الأغاني لتل أبيب. تشرح قرارات رفض 6 دول رئاسة الجامعة العربية الحالة المزرية التي وصلت إليها، فبعد أن صار وقف المنكر ممنوعاً على أعضائها، فلا بأس إذن بإبداء الرغبة في تغيير هذا المنكر، إن لم يكن باللسان والقلب فبالاعتذار، فهذا على ما يبدو أضعف الإيمان في حالة الأمة العربية حالياً. وأضافت الصحيفة أن الجامعة العربية بتسهيلها طريق الاتفاقات التطبيعية مع الكيان الصهيوني صار طبيعياً أن يصبح تولي رئاستها في هذه الظروف أمراً شائناً تتهرب منه حكومات دول عربية لا تريد أن يحسب عليها هذا الموقف. تمثل قدرة فيروس كورونا على العدوى في أثناء فترة الاحتضان داخل الجسم تمثل أحد أهم الأسباب في صعوبة مكافحته والحد من انتشاره، لا سيما أن بعض الأشخاص الذين يعانونه لا يعلمون بإصابتهم. ويمكن لجهاز جديد قد طور في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا يسمى SARS-CoV-2 يمكن أن يساعد في تخطي هذه المشكلة أو في الأقل الحد منها. يتكون هذا الجهاز، جهاز الاختبار المنزلي، يتكون من أجهزة استشعار وبلوتوث، ويقوم باختبار عينة الدم وتحديد ما إذا كان مقدم العينة مصابا بكوفيد-19 في غضون 10 دقائق. ويشبه الجهاز مجموعة أدوات اختبار كلوكوز الدم المنزلية السكر، إذ يمكن استخدامه عدة مرات. وقد بدأ فريق معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في إنشائه بنقش طبقة من الجرافين على لوح من البلاستيك يمكن إنتاج المستشعرات مقابل 5 سنتات في أقل للقطعة الواحدة، لكن الأجهزة الإلكترونية والمكونات الأخرى ترفع السعر إلى 2 دولارات. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.